بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 97 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إبراهيم أبو حامد من الرياض. الأخ إبراهيم عرضنا له جمعا من الأسئلة في حلقة مضت، وبقي له في هذه الحلقة هذا السؤال، يقول: ما هو الواجب على الشاب المسلم إذا كان يعمل في دائرة يعمل معه فيها نساء؟ وجهوه لو تكرمتم، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يجب على المسلمين أن يجعلوا النساء في حيز لا يعمل فيه الرجال، ولا يجوز الاختلاط في العمل الوظيفي أو غيره بين الرجال والنساء لما في ذلك من الفتنة العظيمة. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك، وأن لا يخلطوا النساء مع الرجال في مجال العمل، لأن في ذلك فتنة عظيمة. وإذا كان لابد من عمل المرأة فلتكن في مكان منعزل عن الرجال، حفاظا عليها وحفاظا على المجتمع من فساد الأخلاق وضياع الحشمة. هذا هو الواجب على المسلمين، ولا يكون كالكفار أو يقلد الكفار الذين لا يبالون بأعراضهم ولا يحافظون على أخلاقهم ولا يهتمون بأمور دينهم. فإن المسلمين لهم ميزة على العالم بما ميزهم الله به من الإسلام وأخلاق المسلمين، وهم القدوة للعالم. أما أن المسلمين يقتدون بالكفار فهذا انتكاس، وما ذكره السائل من أنه يعمل في مجال مختلط فهذا أمر محرم. إن قدر على أن يعمل على الإصلاح وتفادي الاختلاط وجعل النساء في مجال منعزل عن الرجال وجب عليه ذلك، وإن لم يكن في يده قدرة على تغيير الواقع فعليه أن يطلب عملا آخر ليس فيه مجال نساء واختلاط مع النساء، يطلب مجالا آخر يبتعد فيه عن الاختلاط بالنساء. والمجالات كثيرة ولله الحمد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جيزان مستمع بعث برسالة ورمز إلى اسمه بالحروف ألف جيم دال. أخونا له قضية مطولة. بعض الشيء يقول: لقد أديت فريضة الحج في السابق، وقد أحرمت من مطار أسمرة، وعند وصولي إلى مكة المكرمة رأيت الوقت متسعا فدخلت إلى جدة، وبعد دخولي إليها فسخت الإحرام، وبعد فسخ الإحرام سألت، قالوا بأن ميقات الإريتريين هو يلملم، وركبت سيارة وأنا ذاهب إليها وفي نصف الطريق قال السائق بأن البطاقة لا تكفي، فرجعت من منتصف الطريق وأحرمت من مدينة جدة، هل الحج صحيح أم لا؟ وأنا سألت في منى فقيل لي يجب عليك الفدية، صيام 10 أيام أو إطعام 10 مساكين في الحرم المكي، وأنا اشتريت أرز ووزعته على مساكين الحرم، هل هذا العمل صحيح أم لا؟ قالوا يجب عليك؟ قالوا يجب عليك الفدية، صيام 10 أيام أو إطعام 10 مساكين. أولا، لما جاء إلى مكة من الأول هل أحرم ثم إنه رفض الإحرام؟ وصل إلى جدة والوقت متسع، وحينئذ خلع الإحرام ثم سأل عن الميقات، فقالوا لا بد أن تذهب إلى يلملم، ثم ذهب، لكنه في نصف الطريق قيل له إن بطاقة الحج لا تكفي، فعاد إلى جدة وأحرم منها. خلع الإحرام لا يبطله إذا كان أحرم من الأول. نعم. يوم مر بالميقات أحرم، ثم لما وصل إلى مكة وجد عنده وقت
واسع وذهب إلى جدة وخلع إحرامه بزعمه، فهذا لا يؤثر على الإحرام. الإحرام صحيح، إحرامه الأول صحيح، ونيته لرفضه لا تبطل الإحرام. ولكن ربما أن الذي أفتاه نظر إلى أنه فعل بعض محظورات الإحرام من لباس المخيط، فأفتاه بفدية الأذى وهي فدية اللبس، إطعام عشرة، وليست إطعام عشرة مساكين، وإنما هي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، هذه فدية الأذى واللبس، فهو مخير بين هذه الثلاثة. إما أن يذبح شاة ويوزعها على المساكين في الحرم، أو يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، أو يصوم ثلاثة أيام في أي مكان. طيب. هذا عن لبسه للمخيط وهو محرم. وأما أنه رفض الإحرام وخلعه، هذا لا يؤثر على صحة الإحرام وبقائه، الإحرام باق عليه. طيب. وحجه صحيح إن شاء الله. لكن عليه هذه الكفارة. طيب. وما دام أطعم عشرة مساكين، فإنه أطعم الواجب وزيادة. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في قضية أخرى: بعد رمي الجمرة الأخيرة بت بسبب مرض جاءني، وذهبت بعد صلاة الفجر إلى مكة وعملت طواف الوداع ودخلت جدة. قيل لي المفروض بأن ترمي يوم الرابع بعد الزوال وتسافر، هل علي شيء؟ نعم. بعد رمي الجمرات الأخيرة بت بسبب مرض صاحبني، وذهبت بعد صلاة الفجر إلى مكة. بات في منى. يبدو أنه هكذا. نعم. إذا كان بات في منى بسبب المرض كما يقول، فإنه يجب عليه أن يرمي في اليوم الثالث عشر. طيب. وإذا كان ترك الرمي، فيكون عليه فدية. اللهم استعان. ويذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، فإن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام. اللهم استعان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع من اليمن، يقول عبد الله أحمد عبد الله يسأل ويقول: يقول بعض الناس إن أكل لحم الخيل حلال، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا فهل تتفضلون بذكر الدليل؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا صحيح، أكل لحوم الخيل صحيح على الراجح من قولي العلماء. والدليل حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، لا سيما وأن أسماء بنت أبي بكر هي أخت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلها علاقة ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا ولم ينكره، فدل على إباحته. وكذلك الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، ولم يدل دليل على تحريم لحوم الخيل. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان لي دين فهل يجب علي أن أخرج زكاته إذا حال علي الحول؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان لي دين. نعم، إذا كان له دين في ذمم الناس وكان يثق من حصول هذا الدين إذا طلبه، من الحصول عليه إذا طلبه، فإنه يجب عليه أن يزكيه كلما مر عليه حول وهو في ذمة المدين. أما إذا كان هذا الدين في ذمة مماطل أو معسر لا يدري هل يحصل عليه عند الطلب أو لا يحصل، لا يدري هل يرجع إليه هذا المال أو لا يرجع، فلا تجب عليه الزكاة ما دام في ذمة هذا المدين، إلا إذا قبضه فإنه يزكيه لسنة واحدة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز الدعاء في الركوع بعد أن تقول سبحان ربي العظيم كما في السجود؟ وإذا كان لا يجوز، فهل على من نسي ودعا في الركوع سجود سهو؟ يجوز الدعاء في الركوع بعد ما يقول سبحان ربي العظيم، ولكن الدعاء في السجود أفضل وآكد، وإلا فهو جائز في الركوع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، كان يدعو في ركوعه ويقول اللهم اغفر لي. نعم. الزميلان علي وإبراهيم بعثا برسالة يسألون هذا السؤال، يقولون: فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. شيخنا الكريم، نرجو تفسير هذه الآية، وهل التعدد سنة؟ وما هو ضابط الخوف الذي يجعل المتعدد يقتصر على واحدة؟ وما هي نصيحتكم للرجال الذين يريدون التعدد وللنساء الممتنعات عن الزواج
الزواج من رجل متزوج، جزاكم الله خيرا. قول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، هذا إذا كان في ولاية الإنسان يتيمة ممن يحل له نكاحها، إذا كان في ولايته يتيمة ممن يحل له نكاحها، ولكن إذا تزوجها فإنه لا يتم لها حقها نظرا لأنها يتيمة فيهضمها حقها. الله سبحانه وتعالى نهاه أن يتزوجها في هذه الحال وأن يعدل إلى غيرها من النساء. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني من النساء اللاتي لكم عليهن ولاية، وإذا تزوجتموهن فإنكم لا تقومون بواجبهن نظرا لضعفهن وعدم مطالبتهن لكم، فإنه لا يحل لكم أن تهضموهن وأن تتزوجوهن على هذه الحالة، فليعدلوا إلى غيرهن من النساء الأخريات. وقد وسع الله لكم ما طاب لكم من النساء، ثم حدد ذلك فقال: مثنى وثلاثة ورباع، فأباح للرجل أن يتزوج إلى أربع نسوة، إن شاء تزوج اثنتين، وإن شاء تزوج ثلاثا، وإن شاء تزوج أربعا، وهذا هو الحد الأخير. كانوا في الجاهلية يتزوجون عددا كثيرا فقصرهم الله على الأربع ومنعهم من الزيادة على الأربع لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وتعدد الزواج هذا أمر مباح للرجل حسب مقدرته واستطاعته وقيامه بالعدل، إذا كان عنده المقدرة على التعدد تعدد الزوجات فإن الله أباح له ذلك، وذلك بأن يعدل بينهن في النفقة والكسوة والمسكن والقسم بالمبيت لكل واحدة الليلة، فإنه حينئذ يباح له أن يعدد النساء. أما من ليس عنده القدرة على ذلك يخشى أن يحيف وأن لا يعدل بين النساء في هذه الأمور التي يستطيع العدل فيها، فإنه لا يجوز له أن يعدد لما في ذلك من الإثم والحرج. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، هذا معناه أنه لا يعدد إلا من كان عنده المقدرة، عنده المقدرة على العدل بين النساء التي في عصمته. والميل في هذا مع بعض النساء دون بعض هذا جرم عظيم، قد جاء في الحديث: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل، عقوبة له. هذا فيما يستطاع من العدل، أما ما لا يستطاع العدل فيه وهو الحب في القلب هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، إذا أحب امرأة أكثر من محبة الأخرى فهذا ليس باستطاعته وليس في مقدرته، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، المراد بذلك العدل في المحبة والميل القلب، وإنما العدل المستطاع هو كما ذكرنا العدل في المبيت، العدل في الكسوة، العدل في السكن، العدل في النفقة، هذا هو العدل المستطاع. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أباح الله له أن يطأ من الإماء ما شاء، إذا كان عنده مملوكات من الجواري فإنه يطأ منهن ما شاء بملك اليمين، ولا حد له في العدد، لا يقصر على أربع بل يطأ ما شاء من ملك اليمين أو ما ملكت أيمانكم. ثم قال: ذلك أدنى أن لا تعولوا، أي لا يكثر عيالكم فيحصل بذلك الفقر والضيق، فالمراد بالعول هنا هو الفقر والحاجة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألون: هل التعدد سنة شيخ صالح؟ التعدد مباح، التعدد مباح، أباحه الله سبحانه وتعالى، أما أنه سنة فلا أعلم ذلك. جزاكم الله خيرا. ما هي نصيحتكم للرجال المريدين للتعدد كما يسألون؟ هذا ذكره الله سبحانه وتعالى ووضحناه من الآية الكريمة. طيب، أنه لا يقدم على التعدد إلا من كان عنده الاستطاعة، اللهم استعان، في العدل الذي أمر الله تعالى به. نعم. وللنساء الممتنعات عن الزواج من رجل متزوج، هذا غلط أن تمتنع المرأة من الزواج من رجل متزوج وتبقى أيما، وربما تحرم من الزواج ويرغب عنها الرجال فتبقى، ما دام أن الرجل رجل صالح وكفء لها فإنها تتزوجه ولو كرهت الجوار والضرة، ربما تكره ذلك ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكونها تتزوج وتكون رابعة أربع أحسن من كونها تبقى أيما يمضي وقت من عمرها وشبابها، أو ربما يفوتها الزواج نهائيا
فعليها أن تتزوج إذا جاءها الكفر ولو كان عنده زوجات. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لشخص يدرس في دولة أو يذهب للتجارة أن يتزوج في تلك الدولة بنية الطلاق، أي في حالة انتهاء دراسته أو انتهاء تجارته يطلق بدون علم الزوجة أو وليها، وإنما الشخص مبيت النية في الطلاق بعد انتهاء فترة بقائها بعد انتهاء فترة بقائه في هذه الدولة؟ افتونا جزاكم الله خيرا. الصحيح أن هذا لا يجوز، لأنه يشبه المتعة، ولأنه فيه تغرير بالمرأة وبأوليائها، لأنه ظاهره أنه تزوجها رغبة في بقائها معه واستمرارها معه، ولكنه يبطن خلاف ذلك فيكون مغررا بها وبأوليائها. الصحيح أن هذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخوات هلالة وشريفة من الطائف بعثنا برسالة يقولنا فيها: نرجو أن تفسروا لنا وتشرحوا لنا حديث الرسول الكريم الذي يقول فيه: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. أولا، هذا الحديث ليس بالقوي في سنده، ولكن في قراءة آية الكرسي بعد الصلوات المفروضة ولا سيما بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب فيه فضل عظيم، لأن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن قراءتها بعد الفريضة سبب لدخول الجنة، وهذا فضل عظيم. ومعنى لم إلا أن يموت، لأن المسلم إنما يدخل الجنة بعد الموت، يدخل الجنة بعد الموت، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، بمعنى أنه ما بينه وبين الجنة والنار إلا أن يموت، ولا يدري متى يموت، ربما يموت في اللحظة القريبة فيكون إما من أهل الجنة وإما من أهل النار. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألنا الأخوات عن جواز قراءة التكبيرات العشر بعد التسليمات قبل التسبيح. نعم. يسألنا عن قراءة التكبيرات العشر بعد التسليمات قبل التسبيح. ليس هناك تكبيرات عشر بعد التسليم، وإنما هناك أنه يذكر الله بالتهليلات العشر، لعلها تقصد التهليلات، لعلها كذلك العشر، لعله بعد كذلك الفجر. نعم. وبعد صلاة المغرب. نعم. تهليلات العشر، فإنه إذا سلم يقول يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يهلل التهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب، أو يقول في بقية الصلوات: لا إله إلا الله له لا شريك له، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم بعد ذلك يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو الذكر المشروع بعد الصلوات. نعم. جزاكم الله خيرا. وإن شاء أضاف لا إله إلا الله، يصير الكلمات أربع، ويقول كل واحدة منهن 25، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. جزاكم الله خيرا. يسألنا أخواتنا فيقول: إذا كان على الإنسان قضاء ثم تركه حتى دخل العام الآخر، فماذا عليه؟ هل يكفر عن ذلك الشهر ويصوم الذي دخل ثم يصوم الآخر بعده، وهل عليه مع صيامه كفارة؟ إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان فإنه ينبغي، يستحب له المبادرة بقضائه، ولكن لا يجب عليه القضاء إلا إذا لم يبقى قبل رمضان الجديد إلا قدر الأيام التي عليه، فإنه حينئذ يجب عليه، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا دخل عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان، يصوم رمضان الجديد ويؤخر القضاء إلى ما بعده، ثم إن كان معذورا في تأخيره لم يتمكن من القضاء حتى دخل عليه رمضان فإنه يقضي بعد رمضان ما فاته من الشهر السابق ولا شيء عليه، وإن كان تأخيره لغير عذر بل من باب الكسل حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه بعد صيام رمضان الحاضر يقضي ما عليه من الأيام من رمضان الأول، ويطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل نقص الحنة على الكفوف حرام أو أن الأنثى تحني كفوفها كلها من دون نقص ولا تقع في شيء من الإثم؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج على المرأة في أن تحني كفوفها بأي صفة مألوفة ومعروفة في مجتمعها، لكن المحظور عليها أن تظهر كفيها أمام الرجال الذين ليسوا من محارمها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميلي.